السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي النهاردة إن شاء الله هنتعلم إزاي نقول الوقت باستخدام past و to. past و to. طبعا أنا عارف لما أجي أسأل عن الوقت بسأل بأي سؤال من الاتنين دول، يا إما أقول what time is it، يا إما أقول what is the time. تاني what time is it أو what is the time. طيب بقى لما أجي أقول الساعة، يعني لما أجي أقول الساعة كام، طبعا عارف إن أنا ببدأ بيتأس، بس لما يجي حبايبي استخدم باست و تو دايما بقول الدقايق الاول وبعدين الساعات. وهنا بقى هقسم حبايبي الساعه لنصين، اتنين، نص يمين ونص شمال، تاني نص يمين ونص شمال. دايما حبايبي العقرب الكبير لما يبقى يمه النص اليمين دايما هستخدم باست اللي معناها و، اما لما العقرب الكبير يروح يمه الشمال فانا دايما هستخدم تو اللي معناها الا. يعني لما يكون العقرب الكبير على واحد أنا عارف إن هو النقلة من العقرب الكبير بخمس دقايق، فلما يروح على واحد كده هيبقى وخمسة، على اتنين وعشرة، على تلاتة وربع، على أربعة وعشرين دقيقة، على خمسة وخمسة وعشرين، على ستة كده بقت ونص، لحد ستة كده كله و اللي هي باست. لو رحنا بقى يمة الشمال كده كله بقى تو، يعني لو رحنا على 11 بقى كده إلا 5، طب على 10 كده إلا 10، على 9 كده إلا ربع، طب على 8 كده إلا 20 دقيقة، على 7 كده بقت إلا 25 دقيقة. يعني مثلا حبيبي تعالوا نروح يلا بالعقرب الكبير على 1 والعقرب الصغير حبيبي على مثلا يعني 9. الساعة كده لو سألتك كام هتقول لي 9 و5. طيب انا عشان اقول حبايبي باستخدام باست و تو لازم اجيب الدقيق الاول، يبقى اذا هقول 5 باست. يبقى لما اجي اقول الساعه دي هقول اتس 5 باست 9، يعني الساعه 9 و5. طيب رحنا بقى على 10، خلي بالك حبايبي طول ما العقرب الكبير بيتحرك العقرب الصغير كمان بيتحرك سنه بسيطه، كده بقت 9 و10، فبقت ها برافو عليكم 10 باست 9. 10 باست 9 يعني الساعة 9 و10. طيب راحت على التلاتة، كده بقت 9 و1/4. طب اقولها ازاي؟ هقول quarter الاول، it's quarter past 9، quarter past 9. طب رحنا على الاربعة، بقت كده وتلت وعشرين دقيقة، يعني يبقى 20 past 9، it's 20 past 9. طب راحت على الخمسة، يبقى كده بقت 9 و25 دقيقة، it's 25 past 9، 25 past 9. طيب راحت على الستة، خلاص بقت كده ونص حبايبي، طيب النص اسمه half، فبقت it's half past 9، half past 9. لو راح كده بقى يمة الشمال كده بقى كله 2 بقى حبايبي، طالما العقرب راح يمة الشمال بقى 2، بمعنى هنا شكل ما هنا وخمسة هنا إلا خمسة، فعشان كده الساعة دلوقتي راح على كام؟ هتقول لي راح على 10، كده يبقى 10 إلا 5. يعني أقولها إزاي دي؟ هتقول لي 5 to 10، 5 to 10. طب لو هي كده حبايبي هتقول لي كده 10 إلا 10، فأقول it's 10 to 10، 10 to 10. طيب هي كده هتقول لي كده إلا ربع، يبقى 10 إلا ربع. أقولها إزاي؟ هقول it's quarter to 10، quarter to 10. طب كده يا كده 10 إلا 20 دقيقة، it's 20 to 10، 20 to 10. طب كده بقت 10 إلا 25 دقيقة، يعني 25 to 10، 25 to 10. طيب لو العقرب الكبير بقى حبايبي على ال 12 كده حبايبي بيبقى الساعة مظبوطة ما فيهاش دقايق، فأقول في الآخر كلمة o'clock، يعني كده 10 o'clock، 11 o'clock، 9 o'clock، 8 o'clock، 7 o'clock، 6 o'clock، 5 o'clock، 4 o'clock، 3 o'clock، 2 o'clock، and 1 o'clock. وبكده حبايبي يبقى أنا قدرت أقول الساعة باستخدام 2 وباست. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe.
And don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لما كنت اشتركت في القناة اشترك بسرعة، لما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. Goodbye. السلام عليكم.